لالا مريم مرحبا. مرحبا الاخت هنا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ لاباس الحرام. باقي البرد في فرنسا؟ الله عليك. شنو باقي البرد في فرنسا؟ شويه كاينه شويه ولكن بارده. ياك ايوا. لالا مريم شنو غتقترحي علينا؟ عندي جوج اقتراحات، عندي الكاشير والري بحال ديال المحلبه، ما كانش الوقت بزاف نعطي الكاشير. نعم غناخذو معاك حاجه وحده غير الرايب. سهل سهل ما صعيبش بزاف. واخا ناخذو الرايب وعاد ناخذو الكاشير. يمكن الكاشير فيه شي شويه ديال الوقت. الكاشير ما فيش الوقت، هو سهل. واخا نبداو بالرايب. نبداو بالرايب. قبل ما نبدا الاخت هنا بغيت نقول لك ان الاخت ديالي لطيفه بولجاري من مدينه كلميد بغات تشارك معكم عندما تقول في الحلويات والاطباق، ولكن الخط ما كيتشدش ليها. نعم هو للاسف ماشي غير هي، لكن يعني مجموعه من المستمعين يعني كيبدا كيتصلوا والخط دائما مشغول. كنعتذروا من المستمعين، يعني كنحاولوا ما امكن اننا نستقبلوا جميع المكالمات وجميع الناس اللي كيتصلوا بنا، كنسجلوا الارقام ديالهم. من بعد ما نساليو معك ان شاء الله ترجعي عند محمد تيجامي وعطينا الرقم ديالها باش نتصلوا بها. واخا الاخت شكرا لالا مريم. ناخذوا معك الرايب. الرايب عندنا ايترونس ديال الحليب. نعم. ياغورت، ياغورت ديال الفاني. نعم. فاني. خمسه ديال الحليب غبره. كدير 100 غرام. اذا 100 غرام ديال الحليب غبره. 100 غرام. كاس ديال سنيده. نعم. هادو هما المقادير. نعم. إذا عندنا إيترو ونص ديال الحليب، واحد ياغورت ديال الفاني، ساشي وحدة ديال الفاني، 100 غرام ديال الحليب بودرة، وكاس واحد ديال سنيدة. تفضلي لالا مريم شنو الطريقة؟ الطريقة كناخدو نص لتر ديال الحليب. إيه. كنفيضو في طنجرة الضغط. وفي نفس الوقت كنديروا الليتر ديال الحليب مع الياغورت مع الفاني مع سنيده في خلاط كهربائي. نعم اذا لتر ونص الحليب كنديروه في الكوكوط. اي نص، نص ديال الليتر ديال الحليب كنفيضوه في الكوكوط. نص لتر كنسدو عليه؟ حقاش كلشي غيبقى في طنجره الضغط ونسدو عليه حتى الغد. اذا غنديروا الحليب في الكوكوط. اها يطيب. ونشدو الليتر ديال الحليب مع الياغورت مع الفاني مع سنيده نخلطوهم في الخلاط الكهربائي. ايه. ونخلطوا كل شيء في طنجره الضغط. اييه. اذا نسيطروا الحليب الاول فيضناه عادي بلا ما نسدوا عليه، عاد من بعد فيضناه عادي غير باش ما نيتيليزوش بزاف ديال الخمار. اييه. ونزيدوا الخليط اللي خلطنا في الخلاط الكهربائي، نزيدوا على ذاك نص لتر اللي فايض. اييه. ونخلطوا بمعلقه خشبيه ونسدوا عليه الكوكوط. نديرو الصفاره نغطيو بمنديل نخليو حتى الغد. نعم. الغد غادي نحلو عليه، غادي نصيبو في الجامد، نهزو بمعلقه ديال مغرف ديال الحريره. نهزو ونحاولو نخبو في الكيسان وندخلو الثلاجة. كيولي عندنا الرايب. كيولي عندنا الرايب، تيجي هائل. نعم، إذا عندنا لتر ونص ديال الحليب، كناخدو نص لتر الأول كنفيضوه عادي. إيه. وفي الخلاط الكهربائي كنفيضو لتر ديال، عفوا كنخلطو لتر ديال الحليب مع الياغورت مع الساشي ديال الفاني مع الكاس السنيده مع 100 غرام ديال الحليب بودره. وكنضيفوهم على داك الحليب اللي فيضنا، يكون بارد ولا سخون؟ اللي قربنا في الطراب الكهربائي غيكون بارد. لا الاخر اللي طيبنا اللي فيضنا الاخر غيكون سخون. غيكون سخون بزاف. صافي كنسدو على كل شيء وكنديرو الصفاره ونغطيوهم منديل ونخليوهم قلت حتى لغدا، يعني على الاقل واحد 12 ساعه. صافي كيكون ديك الساعه جاهز الاكل والاستعمال. نعم. واخا ندوز مباشره للكاشير باش ما نضيعوش الوقت كثير. الكاشير عندنا 100 غرام ديال الكسه. نعم. ربعة البيضات. نعم. كاس ديال الزيت. ايه. ضامة البنة. نعم. جوج فصول ديال الثوم محكوكين. معلقة كبيرة ديال الكمون. نعم. معلقة كبيرة سميدة رقيقة. ملون غذائي احمر اللون او ملعقه كبيره ديال التحميره. نعم. زيتون اخضر بدون عدم. هريسه حسب الذوق. ايه. كاس ديال الروز مسلوق. هذا يعني كاس عبرنا حتى سلقنا الروز. مسلوق. ايه. هادو هما مقادير الاخت هنا. واخا لالا، اذا هاد الكاشير اللي كتقترحي علينا فيه 100 غرام ديال الكفته. ديال الغنمي ديال البقري ياك لمريم؟ البقري. اي اختي انا 100 غرام
عندنا 4 ديال البيضات، كاس واحد ديال الزيت، ضامه واحده ديال البنه، جوج فصوص ديال الثومه محكوكين، معلقه كبيره ديال الكمون، معلقه كبيره ايضا ديال السميده رقيقه، ملون غذائي احمر او تحميره على حسب الذوق، كاين اللي ما كيبغيش داك البنه ديال التحميره، زيتون خضر مقطع، لا بدون عظم مقطع، بدون عظم. الهريسه كتبقى اختياريه وحسب الذوق اللي كيبغي الحار، وعندنا كاس واحد ديال الرز مسلوق. تفضلي الطريقه. الطريقه كنديروا الرز في الخلاط الكهربائي هو الاول تيطحن، وكنضيفوا عليه جميع العناصر. ايه. وملي كنخلطوا كنصبوا الخليط في الكاس ديال الكاشير. نعم. وعاد كنضيفوا الزيتون، وكنضيفوا الماء في طنجره الضغط في الكوكوط، وتنحطوا الكاس الوسط وكنسدوا على طنجره الضغط بعد تبدا في التصفير، كنحسبوا ربع ساعه 15 دقيقه. ايه. هادو اللي عندهم الكاس ديال الكاشير. والناس اللي ما عندهمش الكاس ديال الكاشير يديروا في الكيس ديال السباغيتي. يقطعوها من الفوق. البلاستيك الغذائي ويكون على شكل الشكل ديال الكاشير، هو الكيس ديال السباكيتي لانه كيعطي داك الشكل ديال الكاشير، هادشي علاش ذكرت لك. داك الشيء اللي يديروا في الصاك دو كونجيلاسيون، اللي صاك البويض ديال اللحم كنديروا في الثلاجه. نعم. وخويو ويديروا في السلوفان ويدوروه ويعقدوه على شكل كاشير. وهذا اللي ما عندوش الكاس يدير هذاك اللي دايروا في الصاك كونجيلاسيون. نعم. يديروا في الكسكاس لمده 30 ساعه حتى 45 دقيقه. 30 دقيقة أنا ملي قلتي 30 ساعة سكت، بقيت كنشوف. إذا قلنا غادي نطحنوا الرز في الخلاط الكهربائي، من بعد غنضيفوا عليه العناصر كاملة اللي عندنا حتى هي غنخلطوها. كلشي غيولي عندنا سائل بالنسبة إلا الزيتون. إلا الزيتون، لأن غنحتاجوا أنه يبقى هكاك خضر ملي كنكشر كيبقى هذا الأساسي، هو أنه راه ما فيهش العظم. كنديروه في الكاس الخاص بالكاشير، وكنديروه في الكوكوط. ملي كتصفر الكوكوط كنحسبوا لها 15 دقيقه، بطبيعه الحال راه الكوكوط فيها الماء الكافي. اللي ما عندوش هذا الكاس هذا الخاص بالكاشير اللي ولا متوفر بشكل كبير في الاسواق، فقلتي كان هذا الخليط هذا كنديروه في البلاستيك الغذائي، وكنديروا ليه الشكل ديال الكاشير بمعنى انه يكون مدور شكل بودا، وكنديروه في الكسكاس ماشي في الكوكوط. لحقاش الكوكوط كيطردق. غيطردق نعم. اذا كنديروه في الكسكاس مده ما بين 30 حتى 45 دقيقه. كيكون صالح للاستهلاك ديك الساعه ولا كنصبروا عليه حتى يبرد؟ ندخلوه للثلاجه حتى يبرد. شحال تقريبا حتى هو يبات؟ يبات، وهذا شي صباح يعني لذيذ وزوين. نعم، تبارك الله عليك.